بالنسبه للصابلي والعجين الصابلي اللي معتمد عندي واللي جربوه بزاف ديال الاخوات، كنشكر ام الابطال كانت معنا في نسال الهمه ما شاء الله عليها، عطاتونا من داك النهار ما بقاش كيخطانا ولا معتمد عندي، واللي كله عندي في داري كيدي المقادير وهكذا، ولا دابا هاد الصابلي كيتمشى من دار لدار ما شاء الله، كيجي كروسيون او ميم طو كيجي هشيش، يعني بحال داك الصابلي ديال المحلات الكبرى. هذا هو هادو هما المقادير اكزات. وبالنسبه للاخوات جميع الاخوات اللي كيبغيو الصابلي اللي هو مقرمش جامي يديروا سكر كلاصي، كيديروا السنيده لحقاش عندك السكر الثقيل او 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 النشا هو اللي كيهشش داك الصابلي، كيقول لك لا انا صابلي ما بغيتوش مذاقو هشيش انا بغيتو مقرمش. هذا المقادير كيجي مقرمش وميم طو كيجي هشيش، يعني كتاكل ديك القرمشه وميم طو ماشي قاصح كيدوب لك في الفم. بالنسبه للمقادير عندنا ربع زبده، عندنا ثلاثة ديال البيضات، عندنا كاس ونص زيت، عندنا جوج كيسان ديال السنيده، وعندنا واحد المعلقه ديال الجليكوز، وممكن نعوضوها بالعسل، يعني باش كيعطيك العسل او الجليكوز كيعطيو داك كيزيدوا كيقرمشوا الحاجه. بالنسبه باش نسمو، الا بغات الاخت دير غير بهاد الكميه دير جميع انواع الصابلي كتنسمها بالكوك مثلا، في هاد المقادير كلها كنحتاجوا لكاس كوك مطحون. اما الا بغات دير عجينة واحدة ودير منها مثلا جوج شكيلات، غادي دير تتعجن المقادير وغادي تقسم العجينة على جوج، النص دير فيها نص كاس كوك مطحون والنص ديال العجينة الاخرى دير فيها نص كاس ديال اللوز بقشور ومحمر ومطحون، والمذاق ديال اللوز في الصابلي كيجي رائع جدا. وممكن الاخت اللي بغات دير صابلي كحل في كحل كدير الكاكاو، يعني راه غير هاد العجينه راه ممكن نديرو بها الشكل اللي بغينا والمذاق اللي بغينا. انا شخصيا كنقسم على زوج، كندير النص فيه الكوك والنص فيه اللوز، ولا بغيتي صابلي كحل كنعجن النص ديال المقادير وكندير صابلي كحل في كحل بالكاكاو. ها هو الصوره ديالو، راه في داك الموتيف اللي مدور، راه الصوره ديالو في البلاطو الزوج. وبالنسبه للتزيين، تزيين حسب الرغبه والشكل اللي بغيتي، وممكن انك ديري مربعات وديري الموتيف ديال الكوكياج، ومع الجناب كديري كاكاو كونكاسي، او ممكن ديري موتيف هكا على شكل اهليليجي وكدير الموتيف حتى هو، يعني حسب الرشمه، او ممكن ديري شكل مربع وديري كاع لي فخوي اللي عندك، الفواكه الجافه ومع لي فخوي كونفي كنجمعهم بالحليب المركز او كنجمعهم بالعسل، او يعني داكشي اللي عندك وكتحطو كديري خطوط بالشوكولات، يعني كيما بغيتي تشكلي الشكل. هاد الغربيه كنت درتها مؤخرا باللوز، كتجي زوينه وجربوها البنات وكتجي مشققه ما شاء الله. عندنا ان شاء الله في المقادير واحد 250 غرام ديال الزبده، غير زبده عاديه ماشي اشكال. عندنا جوج كيسان عنبه سكر، جوج كيسان زيت، جوج خمارات، جوج ساشي فاني، واحد المعلقه صغيره قرفه، جوج كيسان لوز محمر ومطحون، يعني بقشوره محمر وطحون، ورشه ملح ودقيق حسب الخليط. كنخدمو عادي الزبده والسكر مزيان، وكنزيدو باقي المقادير والملحه والقرفه والفاني، وكنزيدو الدقيق شويه بشويه. العجين ديالنا يكون عندنا رطب، اي غريبيه كنديروها رطبه باش كتجينا هشيشه. كنشكلو كويرات ما نخليهمش مقببين، كنسطحو عليهم واحد شويه، يعني ماشي نخليهم هكا بحال المقببين الفوق ونستناهم يتشققوا، لا كنسطحو عليهم شويه صافي، كنفندو الوجه ديالهم في السكر كلاصي وكنستفو في الصني ديالنا. وبالنسبه للاخوات اللي ما كتشقق لهمش الغريبيه، كيشعلوا الفران دائما مع الغريبيه كيخصو يكون سخون، كنشعلوا الفران كنديروا الصني ديالنا كنحطوه الفوق، يعني النار تكون من التحت، كنديروا الصني اللاطا ديال الغريبيه كتكون الفوق، كنخليه واحد شويه ومن بعد كنهزوا ديك اللاطا كنهودوها لتحت، وغادي تبان لنا الغريبيه كتشقق، يعني كاغي وما كتشق كلها. يعني هذه غير واحد لاستوس بالنسبه للاخوات اللي كيلقاو صعوبه للغريبيه ما كتشقق لهمش، اما ما شاء الله اللي موالفين وكتشقق لهم كتصدق معاهم فيطيبوها كما موالفين يديروها. غير هذه طريقه بالنسبه للاخوات اللي كيتشكاوم ان الغريبيه ما كتشقق. وهذه واحد الحليوه ديال الهلال اللي شخصيا جربتها من عند الاخت ناديه ام ايا، جميله جدا بداك المذاق ديال الياغورت. عندنا 250 غرام زبده، عندنا زوج ياغورت فاني، زوج كيسان زيت، جوج كيسان سنيدة، زوج ساشي فاني، وزوج خميرة ديال الحلوة، وعندنا الدقيق حسب الخليط. كنشكلوها هلالات وكنفندوها
في السكر الثقيل وكنطيبوها، كتجي رائعة وسهلة ما فيهاش مقادير بزاف، وكتجي هائلة شخصيا مجرباها وضايقاها يعني، كتجي هائلة جدا جدا ومقادير بسيطة.